دشنت هيئة أسواق المال العمل بنظام الإفصاح الإلكتروني XBRL الخاص بتقديم تقرير الشركات المدرجة تدريجيا، حتى يتناسى مع لجميع الأطراف الالتزام والدخول ضمن منظومة الإفصاح، إذا أنه ستكون هناك مهلة 6 أشهر أمام الشركات للانتظام وإرسال التقارير المطلوبة منها. المزيد في التقرير التالي. XBRL هي لغة معيارية رقمية مرنة تم تطويرها خصيصا لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي ومختلف مستخدمي البيانات المالية وغير المالية. بوابة الإفصاح الخاصة في البيانات المالية للشركات المدرجة طبعا مطبقة، هناك بوابة إفصاح خاصة بمتطلبات الحوكمة وبوابة إفصاح خاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، هناك بوابة خاصة لنظام الجمعيات العمومية والإفصاح عن النتائج، وبوابة خاصة بإفصاح الشركات المدرجة في بورصة الكويت. نظام إفصاح XBRL يساعد على تعزيز الشفافية والإفصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي للإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية سواء الشركات أو الأشخاص المرخص لهم. نتيجة لاختبارات اختراق وتحمل تمت على النظام، من خلال تأكدنا من أن النظام من ناحية الأمنية الأمن السيبراني ومن ناحية الاختراقات يعني يتمتع في المواصفات اللازمة لحمايته من هالنوع من الاختراقات، فيعني احنا يعني إن شاء الله نكون يعني مطمئنين من هالناحية. توحيد أشكال ومفاهيم عناصر الإفصاح مما يسهل التعامل بها من جميع الأطراف المتعامل وضمان دقة معلومات وبيانات الإفصاح، إضافة إلى خفض أعباء الالتزام والمراجعة لمختلف الأطراف المتعاملين بالنظام. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.